اوكي، بونجور تو الموند، كيف كل يوم؟ نكمل اليوم مع اللغة الفرنسية، اليوم الحلقة الخامسة، لساتنا بالمرحلة نحكي الأولى بتدرس اللغة الفرنسية. بالبداية حاب إنه أنا إيش أراجع معكم اللي أخذناه المرة الماضية، اللي هو les articles indéfinis و les articles définis، إذا متذكرينهم. عندنا لي زارتيكل انديفيني حكيناهم، اللي هم ايش؟ اللي هم ادوات تعريف لغير المعرف، وحكينا عندنا ان تستخدم في حالة المذكر المفرد هي ماسكولا سانجولير، وعندنا اون في حالة المؤنث المفرد اللي هني بيجوا معناهم باللغة الانجليزية ا و ان. وعندنا دي تستخدم في حالتين اللي هي للجميع، للجميع ايش؟ الغير المعرف. وفي عندنا لي زارتيكل ديفيني اللي هم المعرفين، اللي هم بقابلهم باللغه الانجليزيه ذا او ال التعريف باللغه العربيه، وزي ما حكينا اللي هم عندنا ايش؟ عندنا لو للمذكر المفرد، وعندنا لا للمؤنث المفرد. وفي حالة سواء كان مذكر أو مؤنث وابتدأ بحرف علة حكينا نستخدم الأبوستروفي اللي هي الأبوستروف اللي هي ال مع الفاصلة، وفي حالة الجميع نستخدم ليه سواء كان مذكر أو مؤنث. وإذا متذكرين حكينا لكم مثلا مثال اللي هو مثلا يوم نحكي باللغة الفرنسية أمي وأمي، اللي هو أمي الأولى اللي هي مذكر صديق مذكر مفرد، وأمي الثانية صديقة مذكر مؤنث مفرد. هلا هون في حالة غير المعرف تختلف أداة التعريف، اون ان اون ان امي اون امي. بحالة الجمع تصير نفس اللفظ دي زامي او دي زامي. يعني في هون في حالة اذا كان جمع مش رايحين نقدر نفرق انه الحكي دي زميل هل هي مذكر او مؤنث الا من خلال النص او هو الكونتكست. في حالة المعرف لمي الصديق ولمي الصديقة ما نقدر نفرق بيناتهم لانه ايش؟ ابوستروفي. ونفس المبدأ بحالة لي، تجي لي لي زمي الجمع وليزامي الصديقات جمع مؤنث. الجمع سواء كان مذكر أو مؤنث نفس اللفظ. فهي يوم عندك يكون نفس اللفظ معناته أنت تكون مركز من خلال الكونتكست تقدر تعرف إيش إذا كانت مذكر أو كانت مؤنث. هاي بس مراجعة سريعة لإلهم، وحيصيروا مروا معنا برضه تذكروا اللي حكيته المرة الماضية، حاولوا من اليوم وطالع تحفظوا من الآن، تصير تحفظوا أي كلمة مع أداة التعريف تاعها، ويفضل أدوات التعريف أن وأون، لأنه ما بإيش؟ ما بنتغلب مع اللي بيبدأ بحرف علة فيهم. تمام؟ أوكي. اليوم بدنا إيش؟ أعطيتكم شوي عن المضارع، لكن نبلش نخش شوي بالحامي زي ما بحكوا. فحنبلش نخش بإيش؟ بالمضارع. هلا المضارع البريزون بنسميه البريزون. هلا خلينا نعمل لكم شير سكرين افضل عشان برضه انتم تكونوا ات ستريم. اوكي هلا عندنا المضارع. شو استخدامات المضارع؟ استخدامات المضارع زي استخداماته ايش باللغه الانجليزيه. تمام؟ يعني يوم انت تستخدم مضارع او حتى باللغه العربيه تستخدمه مثلا عشان تحكي عن اكشن عادي، عن اي اكشن، اي فعل، اي حدث. مثلا نعطينا هون مثلا مثال كاتب لكم اياه، او ات فو اون سو مومون، يعني اين انت الان في هذه اللحظه؟ وين انت يعني هلا؟ او ات فو اون سو مومون، او اللي ما عليها هي الاكسون هون الصغير معناتها اين. حناخذهم ادوات التعريف ان شاء الله، ادوات الاسئله، ادوات السؤال. او ات فو اون سو مومون هي نعبر عن ايش؟ عن اكشن حادي. يعني وين انت حاليا؟ اي حدث عادي، اي حدث مضارع. نستخدمها للحقائق العامه. كيف يعني؟ فيغيتي جينيرال بسموها حقيقه عامه،
زي مثلا نحكي انه حقيقه مثلا، مثلا كمثال جيم مثلا مثلا البيتزا، انا بحب البيتزا، هاي حقيقه تعتبر. او مثلا انه الارض تدور حول الشمس، تعتبر حقيقه علميه. اي حقيقه عامه سواء عنك كشخص، شيء يعني متعارف عليه عنك، او شيء مثلا حقيقه علميه نستخدم فيها حاله ايش؟ المضارع. مثلا جيم لي فيي ميزون، جيم لي فيي ميزون، انا بحب البيوت القديمه. فيي جيم لي فيي ميزون، انا بحب البيوت ايش؟ القديمه. ميزون حكيناها مره معنا البيت، انا بحب البيوت ايش؟ القديمه. كمان اي شيء في عاده عادي بنعملها نستخدم معها ايش؟ نستخدم معها المضارع. مثلا جو نو برون با ما فواتور دابيتود، مثلا واحد على الشغل بحكي جو نو برون با ما فواتور دابيتود، يعني انا ما باخذ ايش؟ سيارتي بالعاده. عاده دابيتود عاده هو ما باخذش سيارته، فهي تعتبر عاده. مثلا جو بارل او جو تليفون، مثلا برن تليفون أما مير مثلا شاك جودي، كل يوم جمعة برن تلفون مثلا مع أمي، هذا بيعني عادة. أي عادة نستخدم معها إيش؟ المضارع. نستخدم المضارع كمان إيش؟ يعني صار عندنا إنه أي إشي حدث عادي مضارع، أي حقيقة سواء كانت حقيقة عن الشخص نفسه اللي بحكي، حقيقة عن صديق، حقيقة علمية، نستخدم المضارع لبخيزون. نستخدم في حالات أي إشي عادة نستخدم عنها إيش؟ المضارع. شو ما كان إشي بتعمل بشكل دوري كل سنة كل شهر كل يوم، إشي عادي عندك، عادي بتستخدمها، نستخدمها دائما المضارع. وبنستخدم المضارع كمان إيش؟ بحالات المستقبل القريب جدا. مثلا إذا بدي أحكي مثلا عندي اجتماع بكرة، بستخدم محل مضارع عادة. تقدر تستخدم المستقبل أكيد يعني، لكن تقدر كمان نعوضها بالمضارع اللي هم نستخدمه في حالة المستقبل القريب، مش بعيد كثير، قريب. مثلا جي اون غينيون دوما، عندي اجتماع بكره او غدا. جي اون غينيون، مثلا اول ما شفنا اون هون تذكروا شو معناته؟ غينيون مؤنث. تحفظوها، ما بتحفظوش غينيون لحالها، بتحفظوا اون غينيون معناته اجتماع. اون غينيون دوما غدا، تمام. هون هاي الاستخدامات بشكل عام. احيانا كمان، مش دائما، احيانا، لانه في كمان حاله ثانيه بنقدر نحل محل الاي ان جي باللغه الانجليزيه، بنستخدم ايش؟ البريزون، المضارع، عشان نحل محل الاي ان جي اللي بنستخدمه بشكل عام باللغه الانجليزيه. مثلا عندنا باللغه الانجليزيه بنقول I have been working for 3 years. هون بنستخدم مقابل هاي have been working، نعوضها ايش؟ بالبريزون، بالمضارع، فقط كلمه واحده. ويمكن الحالات الوحيدة اللي بيكون ترجمة اللغة الفرنسية أقل من الإنجليزي، والعادة الفرنسي دائما أطول. Je travaille depuis 3 ans. Je travaille. Travaille يعمل. اشتغل يعمل. Je travaille depuis 3 ans. اللي تقابل I have been working. يعني je travaille. Travaille هون يعمل، تقابل have been working. كمان إذا نحكي بالإنجليزي I have been working since October مثلا. Je travaille depuis le mois d'octobre. نفس الشيء. Je travaille حلت محل I have been working مثلا. مثلا I'm listening. I'm listening مثلا. J'écoute. J'écoute. Oui. J'écoute. أو yes I'm listening. استخدمنا مضارع. J'écoute يعني أنا إيش؟ listening بسمع. مثلا I'm writing my report. I'm writing my report. بنعوضها كمان إيش؟ بالخزن بال حالة الفرنسي اللي هي مثلا جو ريديج مون رابور. جو ريديج مون رابور يعني بكتب ايش؟ الرابورت تاعي او التقرير تاعي. تمام؟ هاي ايش؟ استخدامات المضارع. اذا متذكرين خلينا نقيم السكرين. اخذنا بالبدايه للي كان متابع معنا انه ايش؟ بعض كيف تصريف ما يسمى باللغة الفرنسية الأفعال مصنفات بشكل عام، مجموعة أولى ومجموعة ثانية ومجموعة ثالثة. المجموعة الثانية والثالثة تعتبر شواذ. عندنا المجموعة الأولى، المجموعة الأولى إيش؟ منتظمة نوعاً ما يعني، لأنه فيها شوية شواذ كمان بالداخل، يعني اللغة الفرنسية لغة تعتمد على الشواذ كثير.
من نراجعهم وبتعطيكم ايش كمان تمرين نعمله سوا، منها بنستفيد الكلمات اللفظ، ومنها بنستفيد ايش تطبيق كيف ايش يصير اسهل علينا. بس المجموعه الاولى اللي بدون شواذ، يعني حتى لو كان فعل في شاذ مش راح اعطيكم اياه طريقه الشواذ تاعه حاليا. احنا اذا متذكرين اخذنا فعل ايمي يحب، مثلا ناخذ فعل بارلي، بارلي يتكلم او يتحدث، تمام. هلا الفعل ايمي او بارلي بينتهي او ار، او ار حكينا لفظه اي، ايمي بارلي اي، الاو ار تنلفظ اي، تمام. هاي تسمى الافعال تنتهي او ار، مش كلهم زي ما حكينا باكد، يسموا مجموعه اولى لانه فيهم شويه شواذ. بس ايش المنتظمات اكثر من الشواذ. تصريفهم حكينا بكرر عشان نستخدمهم، مثلا جو بارل، تي بارل، مع الجو شو عملت؟ حذفت الار، ومع تي حطيت اس بدل الار. هذول احفظوهم دائما هيك، لانه ايش كل ما يمر معنا فعل حيكون تصرفه هيك. إيل اللي هو، أو إل اللي هي هي، أو أون بارل نفس جو، نفس جو، بس بحذف الآر، بحذف الآر. عندي نو بارلون، شو صار عندي هون؟ مع نو دائما الأو إر لإيش بتتحول؟ أو أن إس. نو بارلون، فو بارلي، الار شو بصير؟ زد، بس نفس اللفظ بارلي بارلي. وبالاخير هون اكتب عشان اوضح لكم، ايل او ال الجمع، هم او هن، شو تصير؟ بارل. اكرر لكم اللفظ مره ثانيه، الاو انت بتحل محل الاو ار، تمام. هاي دائما الفعل المنتظم هيك. اسهل لكم مثلا كيف عندك، عندك الجو والإيل والإل والأون اللي هو أنا أو هو، إيل إل هي أون اللي حكينا معنا بتجي بمعنى نحن، لكن بشكل عام، بشكل عام حتى أحيانا تقدر تحل محل الجو اللي هي إيش، نفس الشيء بس بحذف الآر. دائما مع نو في أون أس، مع فو في إيش أو زد، وإيل وإل أو أنت. يعني حتى بتمر بالأفعال كمان الشاذة في كثير بتلاقيهم بتطابقوا بالموضوع هذا. هذا الفعل المنتظم اللي هو بينتهي بأو إر. في شوية شواذ زي ما حكيت لكم ناخذهم إن شاء الله. من ناحية اللفظ مهم جدا كمان، ناحية اللفظ عندك جو وتو وإيل وإل وأون وإيل وإل الجمع كلهم نفس اللفظ. جو بارل، تو بارل، il parle, elle parle, on parle, il parle, elle parle. نفس اللفظ، يعني ناحية اللفظ سهل، هذول كلهم نفس اللفظ. اللي بختلف عندي ايش؟ نو والفو. نو بارلون، اون مرت معنا، ايش؟ فو بارلي، اي نفس لفظ الانفينيتيف، الانفينيتيف المجرد، فو بارلي، تمام. هاي بشكل عام ايش؟ تصريف الفعل المنتظم او نسميه فعل ايش المجموعه الاولى. نشتغل عليه شويه عشان تحفظوهم كيف يصير اسهل عليكم على التطبيق، تمام. بعيد لكم ايمي قلنا يحب معناها، وبارلي ايش يتكلم او يتحدث. جو بارل، تو بارل، اي بارل، ال بارل، اون بارل، نو بارلون، فو بارلي، وايش ايل بارل، وال بارل للجمع، تمام. هلا خلينا احط لكم التمرين الصغير نحله سوا طبعا، وزي ما حكيت لكم نستفيد من ايش؟ نستفيد من الكلمات اللفظ، وكمان ايش نصرف الافعال. هلا اول جمله عندنا تو، تو بنعرفها انت، عندنا فراغ، الفعل حاط لنا اياه ديسيني، الفعل ديسيني بيجي معناه يرسم، تمام. ديسيني يرسم،
to عندنا فعل ديسيني يرسم وشو عندنا؟ عندنا لو بالي بالي قصر ما انه في قبلي لو شو بده يكون بالي؟ ما انه قبلي لو بيكون مذكر مفرد مذكر مفرد تو وعندنا لو بالي مذكر مفرد هو القصر دو لا غين غين اللي هي الملكة تمام؟ يعني بيرسم قصر الملكة شو لغين مكتوب تحتيها قبلها في عندنا لا لا غين معناته غين شو هي مؤنثة ومعرفة ومفرد صار عندنا لو بالي البالي القصر مفرد مذكر ما تبدي أحفظ أنا بالي مذكر مفرد هون بالي مذكر ما تبدي أحط دائما أحفظ معها أداة التعريف مثلا أن بالي بس غين أون غين مؤنثة تمام هلا كيف بدنا نصرف فعل ديسيني؟ عندنا فعل ديسيني هلا ديسيني بنتهي بـ OR معناته هو فعل منتظم منين نيجي على تو شو عملنا مع تو؟ الـ R صار S فكيف تتصير هون؟ تتصير عندي هون تو تو ديسيني تتصير عندي تو ديسين ديسين المجرد ديسيني اللفظ هون تو ديسين تو ديسين لو بالي دو لا رين يعني انت بترسم قصر الملكه تمام وزي ما قلت لكم بتحفظوا الكلمات مع اداه التعريف لو بالي معناته هو مذكر لا رين الغين اللي هي الملكه مؤنث والبالي القصر عندنا هون لي غارسون يوم نحكي لي غارسون غارسون جزء كثير بيعرفوها مرات اللي هي معناها ولد تمام ولد يعني مذكر لي غارسون هون حطينا لي جمع بس غارسون مذكر ما نستخدمها معها ان بدل التعريف او لو لي غارسون هون لي غارسون الجمع تتحل محلها محل ايش محل ايل الجمع اللي هم لي غارسون عندنا الفعل ايمي اخذنا يحب ايمي شو بحبوا بوكو لو سبور بحبوا كثيرا بوكو كثيرا معناها يعني بحبوا كثير ايش؟ لو سبور اللي هو الرياضه تمام؟ عندنا سبور شو قبليها؟ لو قبليها لو معناته هي مذكر بدنا نحفظها لو سبور مذكر الاطفال بحبوا كثير الرياضه صارت معناها تمام؟ هلا كيف تتصرف هاي ايش؟ مع لي غارسون تمام؟ تتصير مع ايل الجمع معناته الـ OR تتصير أو أنت يعني تتصير إيم اللفظ لي غارسون إيم بوكو لو سبور زي الـ أو أنت مع الفعل لا تلفظ لو أنت مع الفعل لا تلفظ زي ما حكيت لكم نفس لفظ يعني هاي وهاي نفس اللفظ هون في أو هون أو أنت نفس اللفظ بار بار إيم إيم الجملة الثالثة مون فخير أخي المون اللي هي ذات ملكية حناخذهم مون فخير أخي أم أبوستروف سوفون سوفون غالبا بور مي دوفوار إيش؟ دوفوار اللي هي الواجبات المدرسية أو واجباتي الفعل عندنا إيدي نفس الشيء فعل منتظم بينتهي بـ OR إيدي معناته إيش؟ يساعد إيدي يساعد دونك هون شو تصير؟ مون فخير مون فخير اللي هو ايش اخي طبعا هو مذكر اخي طبيعي تتكون تقابل شو تتقابل ايل صح مون فخير اللي هو ايل هو مون فخير شو ماله ميد يعني تصير هون ايش مون فخير ميد مون فخير ميد ايش بيساعدني يعني الأخوي بيساعدني غالبا في ايش في واجباتي تمام اصلا هون ميدي اذا بحضر افلام كثير بلاقي دائما بالطائرات مثلا طائره صار معها حادث او كذا دائما النداء ميدي ميدي اللي جاي من اللغه الفرنسيه يعني ساعدني اوكي عندنا الجمله الرابعه لابلوي لابلوي في عندنا لا معناته هاي الكلمه مؤنث بدون ما اعرف معناها الكلمة مؤنث لأنه مسبوقة بلا لابلوي اللي هو المطر تمام لابلوي المطر لابلوي
الفعل tomber معناته يسقط sans arrêt sans arrêt بس تنعمل الليزون هاي اللي قلنا الاس بصير sans arrêt لفظة sans arrêt sans arrêt sans arrêt la pluie tombe sans arrêt بدون توقف يعني sans arrêt بدون توقف نعمل الليزون اللي حكيت لكم عنه قبل اللي هو الاس مع هون بصير sans arrêt depuis منذ ce matin يعني ايش منذ هذا الصباح يعني المطر بالساقط من ايش من الصبح منذ هذا الصباح la pluie قلنا زي ما قلنا ايش نحفظ الكلمات انها مؤنثه la pluie tombe la pluie اللي هي ايش مؤنثه معناتها بتكون ال اللي هي تحل محل هي la pluie شو بتكون هون tombe تكون طوم لأنه إيش فقط بنحذف الإر لأنه فعل منطلق بصير عندنا la pluie tombe sans arrêt depuis ce matin يعني المطر بتساقط بدون توقف منذ هذا الصباح اللي بعدها d'habitude بالعادة معنا d'habitude vous هون نستخدم vous معناته دائما الفعل اذا منتظم بعديها بده ينتهي بايش؟ ب او زد. D'habitude vous لان الفعل rentrer معناته يرجع الفعل rentrer اللي هو يرجع. D'habitude vous à 10h يعني الساعة 10 10h الساعة 10 10 اللي هو حناخذه من الارقام المرة الجاية ان شاء الله او اذا لحقنا اليوم 10h الساعة 10 شو بتصير؟ بتصرفها مع فو. مع فو دائما زي ما حكينا قبل شوي شو بتكون دائما؟ او زد. هون الفعل شو بتصير؟ رونتخي. تمام؟ دابيتود يعني بالعاده فو رونتخي اديزو ترجع ايش؟ ترجعوا الساعة 10. حكينا فو لي هم. سوري انتم. فو انتم. لكن انتم تستخدم باللغة الفرنسية خاصة بأوروبا. من باب الاحترام أنت بدل أنت للشخص اللي ما بنعرفه تمام؟ هي تستخدم باب الاحترام للشخص اللي ما بنعرفه معنى أنت يعني هون ممكن تكون لشخص واحد ما بنعرفوش أو مثلا علاقتنا فيه فيها نوع من أنواع الاحترام يعني مش مثلا نحكي يوم أحكي الاحترام مش مثلا مع الطفل يوم الشخص الأب يحكي مع ابنه الصغير مش راح يحكي له فو مثلا أما الطفل مثلا بيحكي مع مدرسه مثلا بيحكي له فو من باب إيش الاحترام ممكن تدل على مفرد وممكن تدل على جمع بس تصريفها قواعديا نمشي ايش قواعديا مع بو دائما بغض النظر ايش شو بتدل الجمله السادسه اون حكيناها تصريفها دائما زي ايل و ال اون زي ايل و ال لو فيشيه قبلها ايش لو معناته هي مذكر فيشيه اللي هي الملف الالكتروني الداتا فايل يعني الملف الالكتروني تمام مش الملف يعني الملف الورقي اسمه له ثاني هذا ايش ملف الالكتروني شاك جور كل يوم مع انه اصلا عادي تقريبا نحط بخزن مضارع لانه هي عادي اصلا يعني اون الفعل اوتيليزي معناته بنصرفه زي ال اون بس نحذف الار شو بتصير اون اوتيليز يستخدم تمام؟ ونوتيليز لو فيشيه يعني نستخدم الداتا فايل هذا او الملف الالكتروني ايش؟ شاك جور كل يوم عندنا ملف نستخدمه كل يوم اثناء العمل او الدراسه بغض النظر. اوكي عندنا الجمله السابعه نو اول ما نشوف نو قلنا مباشره ما انه منتظم ينتهي او ان اس مباشره نهدف الاو ار تصير او ان اس نو les consignes اللي هي ايش التعليمات les consignes معناها التعليمات الفعل respecter يحترم تمام respecter يحترم معناته احنا بنحترم التعليمات شو بتصير زي ما حكينا نشيل او ار نحط لها او ان اس تصير respectons les consignes متذكرين ذا
اللي حضر الحلقات الأولى مرت معنا توقع الحلقة الثانية، اللي هي إيش؟ إنه حرف الأن والجي إذا متذكرين كلمة كونسينيا، إنه بس يجي الجي بعديه أن، الجي شو بتلفظ؟ الجي لا يلفظ لكن نلفظ الأن بشكل مختلف، بصير كونسينيا إني زي مونتانيا اللي هو الماونتين الجبل، مونتانيا كونسينيا، تمام؟ اللي هي إيش؟ تيجي تعليمات معنا. الجمل بعدها فو اللي هو أنتم، دائماً فو معناته إيش؟ أو زد. لو نوميرو دو شاك دوسيي، ماركي يعني بتعلم، تمام؟ أو بتكتب، تيجي معناها تكتب، بس هون تيجي معناها يعلم يعني، أو تكتب يعني تأخذ نوت زي ما ملاحظة. اللي هو إيش؟ منها معفو تصير ماركي، نفس اللفظ الانفينيتيف لكن أو زد، ماركي. فو ماركي لو نوميرو دو شاك دوسيي، يعني إيش بتكتبوا؟ رقم كل دوسيه، كل ملف. شاك دوسيه يعني كل ملف، دوسيه هو معناها الملف الورقي، تمام؟ يعني هون عندنا دوسيه الملف الورقي، وعندنا قبل شوي بالجمله السادسه مرت معنا فيشيه اللي هي الملف الالكتروني الداتا فايل، وايش دوسيه؟ لا الفايل العادي، تمام؟ او الفولدر. دونك فو ماركي لو نوميرو دو شاك دوسيه، تكتب رقم كل دوسيه. نيميرو في قبلها لو، معناته بتعرف انه نيميرو مذكر. نيميرو مذكر. عندنا جو ايش؟ الفعل ريكومونسي. ريكومونسي يعني يبدا من جديد، يعني بعاود الكره، يبدا مره ثانيه، برد يعمل نفس الشغله. جو توجور، توجور دائما، تمام؟ توجور ظرف معناته دائما. جو توجور دائما. لا ميم شوز، جو recommence toujours la même chose، يعني انا ببدا برد اعمل نفس الشغله او نفس الشغل نفس الشيء دائما كل مره، تمام؟ معناته هون مع جو بس بدي احذف الاخ تصير جو recommence. recommence je recommence toujours la même chose، يعني انا ايش؟ دائما بعمل نفس الشيء. الجمله ايش؟ العاشر، les oiseaux. oiseaux اللي هو عصفور، les oiseaux العصافير. oiseaux بس مع الجمع مع الليزون اللي عرفناه صرنا نعرفه بتصير les، les oiseaux، les oiseaux اللي هي العصافير. اذا بتلاحظوا عندي هون ايش؟ اخر ثلاث او اربع احرف اللفظ ايش؟ او، oiseaux او بس او. عندنا و عندنا الاس بين حرفين على دون لفظ الزد، واز او، يعني الاربع احرف فضول، الاكس علامه الجمع، الاربع احرف فضول اللفظ مع او، ليزوازو صارت عندي. ليزوازو الفعل شيرشي يبحث معناته، اوكي؟ لوكينج فور يبحث. ليزوازو دي فيغ، دي جمع قلنا اداه تعريف الجمع، فيغ اللي هي الدوده الديدان. دون لا تيغ في الأرض، دون يعني في، تير اللي هي الأرض، تيجي معناها الأرض العادية يعني على الأرض، وبتيجي معناته إيش؟ الكرة الأرضية كمان كامل. هلا شو قبليها في عندي؟ لا معناته لا تير، لا تير اللي هي مؤنث، لا تير مؤنث، احفظوها دائما، بدل ما تحفظ تير لحالها احفظها مع ذات التعريف، لا تير أو أون تير اللي هي مؤنثة، لازم احفظها مع ذات التعريف. هلا كيف تصير عندي؟ ليزوازو، ليزوازو اللي هو إيد، صح؟ تتصير شيرش، تمام؟ الاو انتي لا تلفظ، من محل الاو ار او انتي، تصير شيرش. ليزوازو شيرش دي فيغ ايش؟ دان لا تيغ في الارض، يعني ببحثوا عن ديدان في الارض عشان يتغذوا اكيد. هلا الجمله الحادي عشر، نو، نو معناته ايش؟ تايب او ان اس، نو او بالون دان لا كور. الفعل جوي، جوي معناته يلعب، تمام؟ جوي يلعب، بلاي. او بالون، بالون اللي هي الكرة، بالون الكرة، يعني هي هون تعبر عن كرة القدم بشكل عام، البالون اللي هو الكرة. دون لا كور، لا كور مؤنث هون، كور اللي هي الساحة أو الباحة، تمام؟ هي الساحة بتكون مثلا قدام البيت أو خلف البيت في ساحة مثلا، أو في ساحة كبيرة مثلا موجودة
مثلا بوسط المدينة أو كذا، بغض النظر كور اللي هي تجي الساحة، بس أغلب الأحيان تكون ملتصقة بالبيت، مثلا زي ساحة خلف البيت أو أمام البيت أو أمام البيلدينج مثلا، أمام العمارة اللي هي الساحة. معنوه شو بتصير؟ جوان، تمام؟ بتصير جوان. اوكي، nous jouons au ballon dans la cour. Nous jouons au ballon dans la cour. تمام؟ هلا رقم 12، les enfants، الاطفال. enfants، اطفال. les enfants، عشان هيك دائما انتبهوا لليزون هذا، لانه بيختلف عليكم اللفظ، اذا حفظتوها انفون طفل. هلا بس تيجي تسمح انت les enfants بكون تفكرها كلمه جديده انت بتعرفها بالاساس، فعشان هيك اللفظ مهم زي ما حكينا، بدك تنتبه وين متى بنعمل شبك ومتى، يعني بدك تحفظ الكلمه انفون، ان انفون مثلا طفل مذكر مفرد، ان انفون طفل اللي فيها اللي بتبدا بحرف اللي مثلا، حاول اسمعها les enfants او des enfants عشان تعرف ايش انها بتنعملها ليزون. les enfants leur poésie، poésie اللي هي الشعر، تمام؟ ريسيت يعني بيرددوا او بقولوا شعرهم، الشعر الموجود مثلا بالكتاب. فليز انفون اللي هي il الجمع تصير غير سيت، لو انت تصير بدل او ار. واخر جمله tous les ans، tous les ans احيانا الاس لا تلفظ واحيانا تلفظ حسب، tous les ans كل السنوات، اوكي كل السنوات. ان عندنا فعل شونجي معناته يغير، دو كلاس الصف، يعني مثلا الطلاب بغيروا الصف كل سنه، صح؟ بتصير هون ايش؟ اون شونج مع اون مع زي ايل بس نحذف الاغ، اون شونج دو كلاس، تمام؟ تو لي زون كل السنوات، اون سنه، اون سنه مذكر يعني نحفظها انو، لانه حرف عله بتكون الابوستروف اللي بنحفظها بعدها التعريف اللي معرفه. Tous les ans, on change إيش دو كلاس، بنغير الصف. هاي هون الإيش؟ هون الفعل المضارع. أخذنا استخداماته، متى بنستخدمه؟ الفعل المضارع بشكل عام، سواء حقيقة بدك توصف فعل مضارع، حدث حصل بالمضارع زي الإنجليزي يعني عادي، أو زي اللغة العربية. بدك توصف حقيقة سواء عنك، عن شخص بتعرفه، أو حقيقة علمية. بتحل محل ING زي مثلا I'm listening, I'm writing باللغة الإنجليزية مثلا. وإيش حكينا؟ تستخدم كمان للمضارع القريب، المستقبل القريب، وبتستخدم بالعادة زي ما مر معنا. هلا هاي هون هاي المضارع. هيك خلصنا من استخدامات المضارع، راجعنا الأدوات التعريف، المذكر والمؤنث سواء كان المعرف أو غير المعرف النكرة، وايش اخذنا تصريف ايش المجموعه الاولى. طبعا المجموعه الاولى حاعطيكم الشواذ تاعينها، مش كثير معقدين، هو يعني بصير نظام ماتماتيك رياضيات تحسبها، بس اشوف فاض بعمل هيك، بس شوف هيك بعمل هيك. خلصناهم. هلا حاولوا رجعوهم، كل ما تشوفوا فعل بينتهي او ار معناته هذا منتظم، عرفنا كيف تصريفه، مش هرد ارجع اصرف لكم اياه مره ثانيه، صرنا ماخذينه مرتين. و دائما زي ما حكيت لكم انكم تعرفوا ادوات التعريف، كل ما تمر معكم كلمه احفظوها مع اداه التعريف عشان تعرفوا انها هي مذكر او مؤنث. وهيك بنخلص حلقتنا اليوم، وبنشوفكم ان شاء الله الثلاثاء الجاي بنفس الوقت بالحلقه السادسه ان شاء الله، وبنصير ايش؟ اصير اكثف الحلقات شوي على الخفيف يعني، عشان ايش؟ لانه كل اسبوع فمعكم وقت ان شاء الله، لو 5 دقائق باليوم 10 دقائق بامكانكم تراجعوا. وديروا بالكم حالكم، بي سيف من كوفيد لانه منتشر زياده الايام هذه، وبنشوفكم مره جايه، ولا تنسوش تدعموا طبعا القناه والقائمين عليها، كل الشكر لكم، في امان الله.